خلينا نروح سريعا لموجز الاهم واخر الاخبار الرياضيه محليا وعالميا بصحبه زميلتنا هلا الحمله. تفضلي هلا. شكرا مصطفى، اهلا بكم في موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اقام مرونه الاول امبارح على ملعب التدريب 3 بمدينه الملك عبد الله الرياضيه بجده، وده استعدادا لخوض المباراه الاولى امام اتحاد جده السعودي في بطوله كاس العالم للانديه. وقبل بداية المران عقد مارسيل كولر المدير الفني اجتماع مع اللاعبين طالبهم فيه بالتركيز التام وبذل قصارى جهدهم من أجل تقديم مستوى قوي خلال منافسات كأس العالم للأندية. لاعبو الأهلي حرصوا على الاحتفال ببيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا وتهنئتهم قبل انطلاق المران بعد فوزهم بجائزة أفضل لاعب أفريقي محلي وأفضل هدف في أفريقيا. مجلس دبي الرياضي أعلن قوائم المرشحين النهائية لجوائز جلوب سوكر واللي هيتم الإعلان عنها يوم 19 يناير المقبل بدبي. وشهدت قوائم المرشحين النهائية تواجد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي في جائزة أفضل لاعب في العالم، كما تواجد النادي الأهلي بالقائمة النهائية لجائزتي أفضل نادي الشرق الأوسط وأفضل نادي في العالم. تواجد كمان محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي بقائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط. كمان ضمت قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل مدرب في العالم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي. اتحاد جدة السعودي تأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية، وده بعد فوزه الكبير على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب الملك عبدالله الرياضي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية واللي بتستضيفها السعودية لغاية يوم 22 ديسمبر الجاري. نادي أرسنال الإنجليزي تعادل مع فريق أيدنهوفن الهولندي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين على الملعب ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا. وبكده بينهي أرسنال مرحلة المجموعات في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة وخلفه أيدنهوفن برصيد 9 نقاط. ريال مدريد حقق الفوز على مضيفه فريق يونيون برلين الألماني بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعت الفريق ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا. أنهى ريال مدريد المجموعة الثالثة متصدر برصيد 18 نقطة ليتأهل إلى دور 16، بينما احتل يونيون برلين المركز الرابع برصيد نقطتين. نادي نابولي اتأهل لدور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز على براغا بنتيجة 2-0، حل الفريق الإيطالي في المركز الثاني ب 10 نقاط خلف ريال مدريد متصدر المجموعة الثالثة وله 18 نقطة، بينما جاء براغا بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط ليتأهل للدوري الأوروبي. نادي كوبنهاجن الدنماركي حقق فوز صعب على جلاتا سراي التركي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت امبارح ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا. رفع كوبنهاجن رصيده إلى 8 نقاط المركز الثاني من المجموعة الأولى ليحجز بطاقة التأهل الثانية لدور 16، بينما توقف رصيد جلاتا سراي عند 5 نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب ليتحول إلى ملحق الدوري الأوروبي. كمان نادي بايرن ميونخ الألماني فاز على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 1-0 امبارح على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات. بالنتيجة دي بيتأهل بايرن ميونخ لدور 16 برصيد 16 نقطة، وأنهى يونايتد البطولة في المركز الأخير بمجموعته بعد ما جمع 4 نقاط ليودع دوري الأبطال. نادي انتر ميلان الإيطالي تعادل سلبياً مع ضيفه ريال سوسيداد الأسباني على ملعب جوسيبي في ختام منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. حصل كل فريق على نقطة ليساوي رصيد الفريقين ب 12 نقطة، لكن الفريق الأسباني انتزع صدارة المجموعة متفوقاً بفارق الأهداف وصعدوا لدور 16.
كده خلصت نشرتنا الرياضية. هنعود مرة تانية لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر مع زملائي في الاستوديو جمانة ومصطفى.